ختاماً إن عهد الشعب مع الشهداء مواصلة الثورة حتى النهاية، حتى ينال القتلة جزاءهم ويقتص الشعب منهم. ومن هنا وبحضور عوائل الشهداء الأكارم ندعوكم جميعاً لأوسع استعداد ومشاركة في الفعالية الجماهيرية الكبرى تحت شعار اللحظة الحاسمة 3، وذلك يوم السبت الموافق 15 يونيو حزيزان 2013، يخرج الشعب بأكمله خارج المنازل ويعبر عن حقه في تقرير المصير وفي اختيار نظامه السياسي الجديد. فكونوا على الموعد يا أعظم الشعوب صبرا وصمودا،